الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يتولاكم بعنايته وأن يكون معكم مؤيداً ناصراً على الحق وهادياً إلى طريق الهدى. وبعد، فهذا لقاء متجدد من لقاءاتنا في قراءة مختصر صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، نتدارس فيه عدداً من الأحاديث التي أوردها في كتاب الجنائز. فليتفضل القارئ بارك الله فيه ووفقه لكل خير في القراءة. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال الإمام البخاري: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر انطلق مع النبي صلى الله عليه وسلم في رهط من أصحابه قبل ابن صياد، حتى وجدوه يلعب مع الصبيان عند أطم بني مغالة، وقد قارب يومئذ ابن صياد الحلم، فلم يشعر بشيء حتى ضرب النبي صلى الله عليه وسلم ظهره بيده، ثم قال لابن صياد: أتشهد أني رسول الله؟ فنظر إليه ابن صياد فقال: أشهد أنك رسول الأميين. فقال ابن صياد للنبي صلى الله عليه وسلم: أتشهد أني رسول الله؟ فرفضه وقال: آمنت بالله وبرسله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا ترى؟ قال ابن صياد: يأتيني صادق وكاذب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خلط عليك الأمر. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إني قد خبأت لك خبيئا. فقال ابن صياد: هو الدخ. فقال: اخسأ فلن تعدو قدرك. فقال عمر رضي الله عنه: دعني يا رسول الله أضرب عنقه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن يكنه فلن تسلط عليه، وإن لم يكنه فلا خير لك في قتله. قال ابن عمر: وانطلق بعد ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بن كعب رضي الله عنه يأتيان إلى النخل التي فيها ابن صياد، حتى إذا دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم النخل، طفق رسول الله صلى الله عليه وسلم يتقي بجذوع النخل، وهو يختل أن يسمع مع ابن صياد شيئاً قبل أن يراه ابن صياد. فرآه النبي صلى الله عليه وسلم وهو مضطجع، يعني في قطيفة له فيها رمزة أو زمرة. فرأت أم ابن صياد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتقي بجذوع النخل، فقالت لابن صياد: يا صافي، وهو اسم ابن صياد، هذا محمد. فثار ابن صياد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو تركته بينا. قال ابن عمر: وكنا نتحدث بحجة الوداع، والنبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا، ولا ندري ما حجة الوداع. ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم يوما بين ظهري الناس، فأثنى على الله بما هو أهله، ثم ذكر المسيح الدجال، فأطنب في ذكره، فقال: إني لأنذركموه، وما من نبي إلا وقد أنذره قومه، لقد أنذره نوح قومه، ولكني سأقول لكم فيه قولاً لم يقله نبي لقومه، تعلمون أنه أعور، وأن الله ليس بأعور، وأشار بيده إلى عينه: ألا إن المسيح الدجال أعور العين اليمنى، كأن عينه عنبة طافية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بمنى: أتدرون أي يوم هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. فقال: فإن هذا يوم حرام. أفتدرون أي بلد هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: بلد حرام. أفتدرون أي شهر هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: شهر حرام. ألا فإن الله حرم عليكم دماءكم وأموالكم وأعراضكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا هل بلغت؟ قالوا: نعم. قال: اللهم اشهد ثلاثاً. ثم قال: ويحكم، انظروا لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض.
وقال: وأراني الليلة بينما أنا نائم رأيتني أطوف عند الكعبة، فرأيت فإذا رجل آدم كأحسن ما يرى من أدم الرجال، له لمة كأحسن ما أنت راء من اللمم، قد رجلها تضرب لمته بين منكبيه، صبط الشعر يقطر رأسه ماء، يهادى بين رجلين واضعا يديه على منكبي الرجلين، يطوف بالبيت. فقلت: من هذا؟ فقالوا: هذا المسيح ابن مريم. ثم ذهبت فرأيت رجلا أحمر جسيما وراءه، جعد الرأس، قططا، أعور عينه اليمنى، كأن عينه عنبة طافية، كأشبه من رأيت بابن قطن، واضعا يديه على منكبي رجلين يطوف بالبيت. فسألت فقلت: من هذا؟ قالوا: المسيح الدجال. هذا الحديث يتحدث عن فتنة الدجال، والدجال رجل يخرج في آخر الزمان يدعو الناس إلى عبادته، ويعطيه الله عز وجل من أمور الدنيا ما يكون فتنة وبلاء للخلق، فيقول للسحابة أمطري فتمطر، ويشق الرجل شقين ويمر بينهما، ثم يعود بدنه إلى ما كان عليه. فهذه أمور يعطيها الله عز وجل هذا الرجل ليكون اختبارا وبلاء، ومعه جنة ونار بحسب ما يظهر للناس، فما يرونه جنة يكون نارا، ومن دخلها داخل النار أعاذكم الله منها، ومعه نار يدخل فيها من لم يستجب له، فمن دخلها وجدها جنة بخلاف ظاهرها. ولكثرة حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن الدجال وتحذيره منه، بدأوا يستشعرون هذه الفتنة العظيمة. وكان في المدينة صبي يقال له ابن صياد، يخبر بمغيبات لا يطلع عليها كثير من الناس، يظهر أن الجن يعاونونه في ذلك، وهو من أبناء اليهود، فشك بعض الصحابة فيه أنه هو الدجال، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يختبره وأن يبين حقيقته. قال ابن عمر: انطلق عمر مع النبي صلى الله عليه وسلم في رهط من أصحابه، يعني في جماعة، قبل ابن صياد من أجل اختباره، وفي هذا مشروعية اختبار من يشك في أمره ليتحقق من حاله، حتى وجدوه يلعب مع الصبيان عند أطم بني مغالة، يعني مرتفعات التي تكون حولهم، وقد قارب يومئذ ابن صياد الحلم، يعني قارب سنه سن 15، فلم يشعر. ففي هذا دلالة على أن الصبيان في عهدهم كانوا يلعبون في المواطن العامة. قال: فلم يشعر، يعني ابن صياد، بشيء حتى ضرب النبي صلى الله عليه وسلم ظهره بيده، وأراد أن يتبين هل يعلم به قبل قدومه عليه أو لا، فكان هذا علامة على أنه ليس الدجال. ثم قال لابن صياد: أتشهد أني رسول الله؟ وفي هذا بيان كيفية عرض دين الإسلام على الناس بتقرير شهادتي التوحيد، لا إله إلا الله محمد رسول الله. وفي هذا أيضا عرض الإسلام على الصبيان وإقناعهم بدين الله جل وعلا. وفي هذا دلالة على أن الصبي المميز إذا أسلم صح إسلامه، وعومل معاملة أهل الإسلام، فيصلى عليه ويكفن ويدفن في مقابر المسلمين.
قال: فنظر إليه ابن صياد فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: أشهد أنك رسول الأميين. ثم قال: أتشهد أني رسول الله؟ يعني قابل ابن صياد مقالة النبي صلى الله عليه وسلم بمثل مقالته، وهذا الذي جعل بعض الناس يشك فيه أنه هو المسيح الدجال. والمسيح سمي بهذا الاسم المسيح لأنه يسيح في الأرض فيطوف في أرجائها، وسمي الدجال لأنه كذاب. قوله فرفضه أي أن النبي صلى الله عليه وسلم أعرض عنه ولم يجبه في كلمته، وقال: آمنت بالله وبرسله. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا ترى؟ فقال: يأتيني صادق وكاذب، يعني أن الجن يأتونه فيخبرونه بالوقائع، يصدقون في بعضها ويكذبون في بعضها الآخر، وهذا شأن أهل الكهانة فيما يزاولهم به المردة من الجن من الأخبار. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: خلط عليك الأمر. وفي هذا دلالة على المنع من الاستعانة بالجن. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم على جهة الاختبار له: إني قد خبأت لك خبيئة، أي وضعت في يدي أمراً قد لا تعرفه أنت، أريد أن أختبرك، هل تعرف ما هو؟ وكان دخاناً، فقال: هو الدخ. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اخسأ، أي لم تصب الجواب، وبالتالي ما ادعيته من النبوة أو من الاطلاع على الغيب أنت كاذب فيه. ولذا قال: فلن تعدو قدرك، أي لن تتجاوز المكانة والمنزلة التي جعلها الله لك. فقال عمر: دعني، أي اتركني وأذن لي يا رسول الله، أضرب عنقه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن يكنه، أي إذا كان ابن صياد هو المسيح الدجال، فلن تمكن منه ولن تسلط عليه، وإن لم يكن ابن صياد هو المسيح فلا خير لك في قتله. وفي هذا التأني في إصدار الأحكام ومعرفة آثار الفعل وعواقبه. وقال ابن عمر: وانطلق بعد ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بن كعب يؤمان، أي يقصدان النخل التي فيها ابن صياد، أي مزرعة النخل، حتى إذا دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم النخل طفق يتقي بجذوع النخل من أجل أن يصل إليه قبل أن ينتبه له ابن صياد ليعرف حقيقته. قال: وهو يختلو، أي يصل إليه متخفيا. ولذا استدل بعضهم بهذا على جواز شهادة المختبئ وسماعها وقبولها. وفيه أيضا سير الإنسان محتالا من أجل ألا يعرف الآخرون مشيه، ولذا خشي أن يسمع ابن صياد شيئا قبل أن يراه ابن صياد. فكان النبي يقصد أن يسمع من كلام ابن صياد ليحكم عليه. وفي هذا الحكم على الأشخاص بناء على ما يتكلمون به ومعرفة حقائقهم بواسطة الكلام الذي يتكلمون به. قال: فرآه النبي صلى الله عليه وسلم وهو مضطجع في قطيفة له، نوع من أنواع الفرش فيها رمزة أو زمرة إشارة إلى العلامات التي فيها. فرأت أم ابن صياد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت لابنها: يا صافي، وهو اسم ابن صياد، هذا محمد.
فثار أي استيقظ ووثب ابن صياد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أن أمه تركته لبين. وفي هذا جواز استعمال لو إذا لم يكن على جهة التحسر والتأسف على فوت قضاء من قضاء الله جل وعلا. وقال ابن عمر: وكنا نتحدث عن حجة الوداع، وحجة الوداع هي الحجة التي كانت في السنة العاشرة، سميت بهذا الاسم لأن النبي صلى الله عليه وسلم ودع الأمة فيها، وقال: لعلكم لا تلقوني بعد عامكم هذا، فسميت حجة الوداع. كان النبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا، وابن عمر يقول: نحن نستعمل اسم حجة الوداع ولا ندري ما معنى هذا الاسم. قال: ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم يوما بين ظهري الناس فأثنى على الله، وفي هذا مشروعية الثناء على الله تعالى بمدحه بما هو أهله، وفيه تقديم الخطب بحمد الله والثناء عليه. ثم ذكر المسيح الدجال الذي يكون في آخر الزمان، فأطنب في ذكره أي أكثر في بيان صفاته وفي تحذير الأمة منه، وقال: إني لأنذركموه وما من نبي إلا وقد أنذره قومه. وفيه بيان شدة فتنة المسيح الدجال، وأن كثيرا من الخلق يتركون إيمانهم ليكونوا من أتباعه فيلقون في نار جهنم، ولذا تأكد من أنبياء الله عليهم السلام التحذير من المسيح. ومن هنا كان كل الأنبياء يحذرون أممهم منه، فهذا نوح حذر قومه. ثم بين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيذكر صفة للمسيح لم يذكرها الأنبياء السابقون، فقال بأنه أعمر، يعني أن إحدى عينيه قد ذهب نورها وبصرها، وجاء قال بأنه أعور العين اليمنى، كأن عينه عنبة طافية أي قد طفئت وأصبحت فوق الماء. قال: وإن الله ليس بأعور، وأشار بيده إلى عينه. وفي هذا إثبات صفة العينين لله جل وعلا كما قال: ولتصنع على عيني. وفي هذا ذكر أنبياء الله السابقين وبيان أن هناك مشتركات بين أنبياء الله عليهم السلام. وفي الحديث إثبات وجود خطبة عامة للناس في أيام ميناء، قال لهم فيها أو قرر لهم فيها حرمة ذلكم البلد، وفيه أن المشاعر وأن حدود الحرم يشتد تحريمها ويتأكد اجتناب المحرمات وأنواع الظلم فيها. وفيها أن إثم هذه الأفعال في هذه المواطن أعظم من إثم هذه الأفعال في غيرها من المواطن. وفي الحديث إثبات حرمة شهر ذي الحجة، وأن تحريم المنكرات فيه أعظم من تحريمها في غيره. وفي الحديث التأكيد على حرمة الدماء، وأنه لا يجوز لأحد أن يسفك دماً بغير مقتض شرعي، كما أن فيها تحريم أموال الآخرين والتشديد في الاعتداء عليها. وفي الحديث حرمة أعراض الآخرين، سواء كان ذلك في سمعتهم، فلا يجوز لأحد أن يطعن في سمعة أحد أو أن يتكلم في عرضه، ويتأكد التحريم في هذه المواطن الشريفة.
في هذا الحديث حرص أهل الخير والصلاح على تبليغ الدعوة إلى الله جل وعلا، وأن ذمتهم تبرأ بذلك. وفي الحديث أيضا مخاطبة الإنسان غيره بقول ويحك وويحكم وويلك ونحو ذلك. وفي الحديث تكرار الكلمة المهمة ثلاثا من أجل أن توعى عن المتكلم والقائل. وفي الحديث التشنيع على وجود الاقتتال في الأمة، وأن ذلك من أسباب سخط الله ومقته على العباد، وأن الواجب على العبد أن يكون سبباً في حقن الدماء وعدم إراقتها وعدم وجود القتال فيها. واستدل بعضهم بقوله لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض، على تكفير أولئك المقتتلين، والجمهور على أنه لا يحصل الكفر الأعظم المخرج من الملة بذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقى المؤمنان بسيفيهما فأثبت لهما صفة الإيمان مع تلاقيهما. وقد قال تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فأثبت لهما اسم الإيمان مع وجود الاقتتال بينهم. وفي الحديث ما يتعلق بالرؤى المنامية وقص الإنسان رؤياه المنامية على غيره. وفي الحديث تأويل الطواف بالكعبة، وأن ذلك استمرار الإنسان في طاعة الله وفي نشر دينه. وفي الحديث مراه النبي صلى الله عليه وسلم في منامه من المسيح عيسى بن مريم والمسيح الدجال. وفي الحديث ذكر صفات عيسى بن مريم. وفي الحديث من الفوائد أيضا ذكر دلالة شعر الإنسان على حاله. وفي الحديث أيضا ذكر الاغتسال وما يدل عليه من تنظف أصحابه. وقوله يهادى بين رجلين أي يحمله رجلان فليطوف بالبيت، قوله واضعا يديه على منكبي الرجلين، المنكب طرف الكتف من جهة العضد. وفي الحديث أن من قابل من لا يعرفه فإنه يحسن به أن يسأل عنه متى كان بينهما علاقة أو اجتماع. ولذا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المسيح لما رآه من هذا، فقالوا هذا المسيح ابن مريم. وفي الحديث من الفوائد ذكر رؤية النبي صلى الله عليه وسلم للمسيح الدجال، وذكر بعض صفاته من كونه أحمر جسيما وجعد الرأس قططا، وأنه أعور العين اليمنى كأن عينه عنبة طافية. وفي الحديث تشبيه أهل الباطل في الصورة الظاهرة ببعض أهل الحق، وأن هذا لا يغض من مكانتهم ولا ينقص من منزلتهم. وعن أنس رضي الله عنه قال كان غلام يهودي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فمرض، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده، فقعد عند رأسه فقال له أسلم، فنظر إلى أبيه وهو عنده فقال له أطع أبا القاسم، فأسلم. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول الحمد لله الذي أنقذه من النار. في الحديث جواز استعمال غير المسلمين في الأعمال والخدمة، كما كان هذا الغلام اليهودي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث زيارة مرضى أهل الكتاب،
وأنه لا حرج في ذلك. وفي الحديث دعوة أهل الكتاب للدخول في دين الله، وفي الحديث دعوة المرضى للتوبة والاستقامة، وفي الحديث عرض دين الإسلام على الصبيان، وفي الحديث من الفوائد أن الأب يختار لابنه من الخير والصلاح ما قد لا يختاره لنفسه، وفي الحديث فرح النبي صلى الله عليه وسلم باستجابة الآخرين لدعوته ودخولهم في دين الإسلام، وفي الحديث صحة إسلام الصبي وأنه إذا مات فإنه يصلى عليه، وفي الحديث مشروعية قول هذه اللفظة عندما يوجد من يستجيب لدعوتك فتقول الحمد لله الذي أنقذه من النار. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنت أنا وأمي من المستضعفين ممن عذر الله، أنا من الولدان وأمي من النساء. في هذا الحديث يذكر ابن عباس رضي الله عنه حاله وحال والدته قبل الهجرة، ويذكر ما يتعلق بقوله جل وعلا: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. فكان ابن عباس يقول: إن بقائي في مكة كان من أجل أنني من المستضعفين، أنا ووالدتي، فأنا من الولدان وأمي من النساء. وفي هذا دلالة على أن المستضعفين إذا لم يتمكنوا من إظهار دينهم لم يلزمهم الهجرة، أما غير المستضعفين فإن كانوا يقدرون على إظهار شعائر دينهم لم يلزمهم الهجرة من ديار الكفر، أما إذا كانوا عاجزين عن إظهار شعائر دينهم ولم يكونوا من المستضعفين فإنه يجب عليهم أن يهاجروا. وفي الحديث دلالة على صحة إسلام الصبي كما صح إسلام ابن عباس رضي الله عنهما، وفي الحديث أن الصبي إذا مات وكان قد أسلم عُمل بمعاملة أهل الإسلام. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مولود إلا يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، كمثل ما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، هل تحسون فيها من جدعاء حتى تكونوا أنتم تجدعونها؟ قالوا: يا رسول الله، أفرأيت من يموت وهو صغير من ذراري المشركين؟ قال: الله أعلم بما كانوا عاملين. ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه: فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم. المراد بالفطرة التوحيد، دين الإسلام. ولذا قال: فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، ولم يذكر الإسلام لأنه هو الفطرة. وفي الحديث أن الأصل في الأولاد أن يولدوا على الفطرة وأن الانحراف ناشئ، وفي هذا دلالة على صحة إسلام الصبي واعتباره، فإذا صح إسلامه عُمل معاملة أهل الإسلام. وقوله: كمثل ما تنتج بهيمة بهيمة جمعاء، يعني أن أولاد البهائم من الغنم والبقر والإبل أول ما تظهر تظهر كاملة الأعضاء لا نقص فيها، ثم يقوم ملاكها بتغيير خلقتها، إما بقطع أذنها أو قطع أنفها أو قطع شيء من بدنها، وبالتالي
مثل أول ولادة هذه البهيمة بالفطرة التي هي دين الإسلام، ثم مثل ما يطرأ عليها بعد ذلك من قطع ونحوه بتهويد الأبوين وتنصيرهم. وفي هذا دلالة على أنه يحكم على الصبي بإثبات الديانة التي لأبيه إلا أن يتركها صراحة. وفي الحديث ذكر ما يتعلق بأولاد المشركين وماذا يفعل بهم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أعلم بما كانوا عاملين. وفي هذا الحديث من الفوائد نسبة حال أولاد المشركين وغيرهم إلى الله جل وعلا. وقد ورد في بعض الأحاديث أنهم يختبرون في عرصات القيامة. وفي الحديث تفسير الفطرة بأنها الدين القيم. وفي الحديث الأمر بالبقاء على الفطرة وترك ما يناقضها ويضادها. وعن سعيد بن المسيب عن أبيه رضي الله عنه أنه أخبره أنه لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدخل عليه فوجد عنده أبا جهل بن هشام وعبد الله بن أبي أمية بن المغيرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي طالب: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله. فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية: يا أبا طالب، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضها عليه ويعودان بتلك المقالة، حتى قال أبو طالب آخر ما كلمهم به: هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما والله لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله فيه: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. ونزلت: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. في هذا الحديث التحذير من الصحبة الفاسدة التي تجر الإنسان على السوء. ولذا كانت صحبة أبي جهل وعبد الله بن أبي أمية لأبي طالب سببا من أسباب صده عن أن يشهد شهادة الحق، شهادة التوحيد. وفي الحديث أن العبرة بالخواتيم، وأن الإنسان يحكم عليه بما ختم له من صلاح أو فساد، من توحيد أو شرك أو نحو ذلك. وفي الحديث حرص النبي صلى الله عليه وسلم على عمه وعلى أن يكون من أهل الحق والهدى، كيف لا وقد ناصره وزاد عنه ورد عنه مكائد أعدائه. وفي الحديث الحرص على الذهاب لمن يكون في سياق الموت ليلقن شهادة التوحيد لا إله إلا الله، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. وفي الحديث من الفوائد استمرار الإنسان في الدعوة إلى الله حتى في أضيق المحالك وفي حال وقوع المصائب العظيمة. وفي الحديث في قوله يا عمي مخاطبة الإنسان لعمه الكافر والفاسق بخطاب التودد. وفي هذا استدل بعضهم على أن المحتضر يقال له قل لا إله إلا الله، والجمهور على أنه يقال له لا إله إلا الله بدون لفظة
قل لئلا يتضجر من الأمر في هذا الموطن فيتكلم بما يناقض هذا. وفي الحديث إطلاق لفظة الكلمة على مجموع الكلمات، ولذا قال عن شهادة التوحيد لا إله إلا الله قل كلمة أشهد، وفي رواية أحاج لك بها عند الله تعالى. وفي الحديث التحذير من تقليد الآباء والأجداد في مخالفة الحق والهدى. وفي الحديث أن الإنسان إذا تكلم بكلمة الكفر وكان معتقدا لها كان الغالب عليه أن يكون من أهل النار. وفي الحديث من الفوائد التكرار في عرض الحق والهدى كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع عمه. وفي الحديث من الفوائد التحذير من التكبر عن كلمة الحق لا إله إلا الله. وفي الحديث النهي عن الدعاء للمشركين الأموات أو الاستغفار لهم، فلا يستغفر إلا لأهل الإيمان والتوحيد. ولذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم أما والله لا أستغفرن لك ما لم أنه عنك، نهاه الله عز وجل بقوله ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. وفي الحديث أن صاحب المكانة العالية قد يرد دعاؤه، فقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم لعمه فلم يستجب له في الدعاء، ودعا إبليس أن يبقى في الأرض ليضل بني آدم فاستجيب له في دعائه. فالعبرة في فضل الإنسان ومكانته ليست في إجابة دعائه، وإنما في استفادته من إجابة دعائه. فقد يستجاب للإنسان فيكون ذلك من أسباب ضلاله ومن أسباب بعده عن الحق والهدى. بارك الله فيكم ووفقكم لكل خير، وجعلني الله وإياكم من الهداة المهتدين، كما نسأله جل وعلا مغفرة الذنوب ورفعة الدرجات والصفح عن الزلات، ونسأله جل وعلا أن يصلح أحوال المسلمين وأن يؤلف ذات بينهم وأن يغفر لهم وأن يرفع درجاتهم وأن يدر عليهم في أرزاقهم وأن يحقن دماءهم وأن يكف بعضهم عن بعضهم الآخر، كما نسأله جل وعلا أن يوفق ولاة أمر هذه البلاد لكل خير وأن يبارك فيهم وأن يجعلهم هداة مهتدين من أسباب الهدى والتقوى والصلاح. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.